نيجي بعد كده البيريانس او المحيط الظاهر او الجزء الخارجي اللي احنا بنشوفه بعينين او بيبقى باين لعينين اكتر من الظهره. بيريانس which outer non-essential floral parts when they are not differentiated into calyx and corolla. اذا كان الجزء اللي بره ده انا مش قادر اميز هل هو فيه سيبلز ولا بيتاز ولا هو او كيليكس او كرولا، فده بنقول عليه بيريانس لما يبقوا ليهم نفس الاستراكشر او نفس اللون. تيرمد از بيتالويد بنقول عليه المحيط اللي بره ده بيتالويد اف ذا اتس اف اتس برايتلي كلر، لو كان ليه لون مميز ليه لون زاهي يبقى ده خاصيه البيتلز اللي هي الكلر يبقى ده بيتالويد. اف اتس ثين ممبرانس اند جرين ان كلر يبقى ده خاصيه السيبلز او خاصيه الكيليكس بنقول عليه سيبالويد بيريانس. كيليكس الجزء اللي بعد كده الكيليكس which is outermost floral holes function in protection of essential floral organs، هي كل وظيفته هي الحمايه، هو اللي بيكون الغلاف الخارجي لحمايه الاجزاء الزهريه اثناء تكوينها في البرعم وهو اللي بيمثل اول خط حمايه للفلاور. طيب الكيليكس ممكن بنقول عليه فري او كومبليتلي يونايتد، فري او يونايتد، فري اذا كان ممكن اشيل وان سيبل انزع وان سيبل ويفضل الباقي موجود في مكانه يبقى كل سيبل منفصله تماما عن اللي جنبها فبيبقى ده فري سيبل. سيبلز ار انسيرتد سيبريتلي اون ريسبتكل اند ذا كيليكس از تيرمد بوليسيبلس ابوسيبلس اور كوريسيبلس. بوليسيبلس يعني عديد، انا ممكن اعدهم او اذا كان عددهم كبير لكن ممكن افصل وان سيبل ايتش تايم. لو كان ملتحم او الجوانب بتاعت السيبلز كلها ملتصقه ببعض بحيث تكون تيوب فيبقى ده كومبليتلي يونايتد او بنقول عليه جامو سيبلس اور سن سيبلس. When calyx forming a tube with free apical tips in the form of lobes, segments or teeth. اذا كان الجزء الاخضر ده او السيبلز ملتحمه ببعض بحيث تكون كانها انبوبه بتحيط او موجود فيها باقي الفلورال بارتس لكن طرف كل سيبل وبيبقى فري بيبقى واضح بحيث يبين لي عدد السيبلز اللي مكونه بنقول فبنقول عليه جامو سيبلس او سن سيبلس. تاني نرجع هل على حسب لون السيبلز والتركيز والستراكشر بتاعها هل هم جرين ان كلر اند سيميلر تو ليف ان ستراكشر. سيبلز اكواير form and function of petals becoming brightly colored. اذا كان السيبلز هتحل محل البيتلز بحيث انها تبقى كار ليها لون مميز فبالتالي هتبقى دي خاصيه البيتلز فبنقول عليها بيتالويد سيبلز او بيتالويد كيليكس. طيب الجزء اللي بعد كده او المحيط الظهري الرقم 2 اللي هو احنا جايين من بره لجوه يبقى رقم 2 البيتلز اللي هي بتكون الكرولا. انر او سكند فلورال هورس أو non-essential floral part function in attracting pollen-carrying insects protecting essential organ. يبقى وظيفته هو حماية أو خط الحماية الثاني بعد الكيليكس أو بعد السيبلز لتحمي الاسينشال organ اللي هي الميل organ أو الفيميل ريبرودكتيف organ. اللون وإذا كان في characteristic odor أو بحيث إنها تجذب الحشرات اللي هتحمي الحبوب اللقاح. كرولا usually consist of 2 to 5 or more than 5 of petals arranged in single rarely 2 or more cord. اللي هو ايه الارينجمنت او الفلور اللي هو بالشكل ده بس كان ده هيبقى الكرولا فعددهم بتكون كل واحده من وحده البان اللي هي البتل عددهم كام 1 2 3 4 5 يبقى ده بنتا 5 سيجمنتس يبقى ده بنتاميرس او ده هيبقى المحيط الثاني. البناء اللي هو البيتلز المسؤول عن حمايه الاسينشال اورجان واتراكتنج فلورال او اتراكتنج انسكت بيرنج بولين جرين. طيب بيتلز برضه على حسب لون وطبيعه الاستراكشر هل هيبقى كلر يبقى ده بيتلز او هتبقى جرين يبقى ده سيبالويد ان استراكشر. على حسب ترتيبهم هل هم فري ممكن انزع واحده منفصل عند كل مره واعرف عددهم يبقى ده بولي بيتلس فري بيتلس كولد ابو بيتلس اور فورمينج تيوب سراوندينج سكند فلورال او الاسينشال فلورال اورجان فبنقول عليها جامو بيتلس فورمينج تيوب مارجن ار فيوز توجذر. وين بيتلس ار كومونلي
brightly colored, they are petaloids. If they are green in color, لو خرجت عن الوظيفة بتاعتها أو اللون المعتاد اللي هو highly colored إلى اللون الأخضر اللي هو الخاصية الكيلكس أو خاصية السيبلز، فبالحالة دي بنقول عليهم sepaloid structure. Petals having sepaloid structure. طيب على حسب توزيع او حسب ترتيب او وضع الفلورال بارتس على الريسبتكل او الساق اللي حامله الفلورال اورجانز، يبقى في عندنا هايبوجينس فلاور، بيريجينس فلاور او ايبيجينس فلاور. طيب according to attachment of petals on receptacle in relation to position of ovary. طيب ده بالنسبه لايه او التموضع ده بالنسبه لايه؟ بناخد الاوفري كسنترال بارت اللي هي نقطه المركز وبنقيس عليها باقي الاورجنز، هل هي طالعه على نفس المستوى بتاع الاوفري ولا فوق الاوفري او طالعه من مستوى تحته. اذا كانت طالعه من مستوى اسفل مستوى الاوفري فبنقول عليها هايبوجينس فلاور، يبقى البيتلز طالع عادل الاوفري موجود في السنتر وطالع على البيتلز والسيبلز مستوى اسفل الاوفري، فيبقى دي هايبو يعني لور او اسفل. طيب الريسبتكل بتكون هولو ستراكشر، حاجه كده عامله زي الطبق او وطالع من حواليه من اطراف الطبق طالعه منه البيتلز وطالع السيبلز، فبالحاله دي بنقول عليه بريجينس فلاور. اذا كان طالعين في مستوى فوق مستوى الاوفري، يعني الاوفري تحت وطالع الكيلكس و او طالع السيبلز والبيتلز فوق مستوى الاوفري، فبنقول عليه ايبيجينس فلاور. يبقى على حسب الانسرشن، على حسب موضع او تموضع البيتلز، يبقى في هايبوجينس اذا كان البيتلز طالع من بلو اوفري ليفل، بيريجينس اذا كان ريسبتكل هولو فورمينج ستراكشر سراوندنج ايفر الاوفري وبيتلز ارايز on the periphery of this receptacle. Epigenous if petals arising from level above ovary level. طيب الميل اورجان او الاندروسيوم زي ما قلنا هو عباره عن جزء مسؤول عن تكوين وحفظ حبوب اللقاح اللي هو الانثر، ومحمول على تركيب او بناء رفيع او thin structure اللي هو الفيلمنت. الانثر ده ممكن يبقى فيه اكتر من جزء او اكتر من فص بنسميهم انثر لوبس، كل فص او كل جزء منه بيكون عدد من حبوب اللقاح متصلين مع بعض بجزء او الجزء اللي يوصلهم او شبكهم مع بعض بنسميه الكونكتيف انثر. من ناحيه التعريف انثر از سوولن بولن بروديوسينج ستراكشر، يبقى جزء هو جزء منتفخ شويه لان فيه بيتكون وتتحفظ حبوب اللقاح، مسؤول عن انتاج وحفظ حبوب اللقاح. ديفايدد انتو تو انثر لود باي ستراكشر كولد كونكتيف، اللي هو الجزء الضام او الغشاء اللي حافظ او اللي لامم كل لوبس او كل فصوص الانثر مع بعض بنسميه كونكتيف. كونكتيف لاينج اون ذا باك اوف انثر اوبوزيت تو ليف ميدريب، اذا كنا هنرجع للاصل البناء بتاع النبات اللي هو الورقه فيبقى ده بيمثل العرق الوسطي او الميدريب بتاع الليف، هيبقى موجود في ظهر الانثر واللي هو مكان اتصال او وصل جميع الانثر لوب او فصوص الانثر مع بعض. Each lobe include two pollen sacs containing numerous pollen grains. يبقى كل فص من الانثر ده اذا كان يعني اذا كان باينين هنا تو انثر لوبس، كل فص من دول كمان متقسم جوه لاكثر من جزء بنسميه انثر لوبس بنسميه بولين ساكس. يبقى كل انثر ممكن يبقى 1 لوب او 2 لوبس، وكل لوب فيه اكثر من حقيبه او اكثر من جيب جوه اللي هو البولين ساكس كونتيننج نيومرس بولين جرينز. Stamens may be sterile، يعني ايه sterile؟ يعني ما بينتجش حبوب لقاح او اللي هو بنقول عليه عقيم. Not producing pollen grains and it's termed as staminal، يبقى وظيفة الانثر هو انتاج حبوب اللقاح المسؤول عن هتتحد مع البويضات وتدي الامبريو او عشان تدي فرد جديد. اذا كان ما فيش انتاج لحبوب اللقاح فبنقول عليه او الانثر في الحالة دي termed as staminal. طيب الانثر ده محمول على الفيلمنت او محمول على الخيط which is اللي هو ما يقابل ليف ستوك او الساق بتاع او العنق بتاع الورقه بيرنج سبيشال البولين ساكس او بيرنج البولين او الانثر لوبس. طيب على حسب عدد وتوزيع
واللي هو الانسرز اندروسيوم تيرمد از داي داينامس اور تترا داينامس وين فورمد اوف تو لونج اند تو شورت ستامنز. اذا كان متكون من عدد الاندروسيوم متكون من اربع اجزاء، اثنين منهم طوال واثنين قصيرين. وين فورمد اوف تو لونج اند تو شورت ستامنز، في اربع ستامنز، تو لونج ستامنز اللي شايفينهم في النص واثنين شورت على الاطراف، هذا بنقول عليه داي داينامس، مترتبين اثنين واثنين. اذا كان بيتكون من عددهم ستة لكن التو شورت موجودين على الاطراف زي ما هوينين واربعة لونج ستيمنز موجودين في المركز فبنقول عليهم تترا داينامس. يبقى العدد او بنقول عليه على حسب ترتيبهم، كم ستيمن طويل وكم ستيمن قصيرين. السيستم القصير بتبقى موجودة دايما على الأطراف، لو اثنين واثنين يبقى ده داي داينامس، لو الطوال أربعة يبقى ده تترا داينامس بالإضافة إلى تو شورت ستيمز. طيب ده من حيث عدد أو من حيث طريقة الترتيب اللينس أو من حيث طول ترتيب الستيمز. طيب عددهم قد إيه؟ According to number of stamens, they are described as monandrous, containing one stamen, diandrous, two stamens, tri, three stamens, tetra, four, penta, five stamens, poly. أكثر من خمسة بنقول عليه poly. يبقى في فرق ما بين لما أقول diandrous وdi dynamous. Diandrous يعني فيه two stamens اللي هم اللي بيكونوا الميل أورجان. طيب الdi dynamous يعني فيه اثنين two long stamens وفور وتو شورت ستيمنز. طيب دول عدد، لو عاوز اوصف من ناحيه العدد يبقى دول عددهم كام؟ دول عددهم اربعه، يبقى دول تترا اندرس او تترا اندرس ستيمن. لكن من حيث الترتيب ستراكشر ان هو عدد الستيمنز الطويل او عدد الستيمنز القصيره في اثنين واثنين يبقى ده داي داينامس. طيب ممكن الستيمنز يبقى زي ما كان بيحصل مع السيبلز او البيتلز، هل ممكن يبقى بيكونوا وان تيوب؟ في الحاله دي بنقول عليها موجوده في مجموعه واحده، وين فيلامنت فيوز فورمينج ا جروب مونوديلفس ستيمنز، او موجوده في حصل في اكثر من ستيمنز لكن موجوده في مجموعتين داي ديلفس، وين فيلامنت فيوز انتو تو جروبس، حاجه زي ليكورش بلانتس. إذا كان مجموعة فيه 3 جروبس 4 جروبس برضه بنقول يبقى تراي ديلفس تترا ديلفس اور بولي ديلفس. يبقى في دياندرس اللي هما تو لونج وتو شورت،